شيك اف ام الإذاعة الأولى في تونس. صليحة بيس هيا صباح الفل يا سي مهدي. جمعة بجاه ربي وينك تواليه تبارك لونز جابر عندك درا قداش ما كونكتيتش نهارتي هبت ستاتيو هبت على لونز جابر معنا برافو لونز جابر ساعة هز تيتر البارح مصفق عليها برشا برشا لونز جابر إن شاء الله ديما هكا أول تيتر في كاريرها السينيور صحيح صحيح وذي إنجاز معناها تونسي وعربي زاد على المستوى العربي. أما لهنا يا سي مهدي جمعة وانت تبارك لونز جابر وما في باليكش اللي يفكرك شعار نتاعك هذاك نحيو الرخص ونخلقوا الفرص ورئاسة الحكومة هيك عاملة به جو بون هكا هو مثال ان شاء الله غالب بلا غالب احنا دقائق ماكش مقيدها ولا حاجه. بالنسبه توا بعد ما قرينا هذاك الكل حاسينه لكل مواطن خايف على بلاده نحب نطمنك ونقول لك باستا وتسلك لاباس الحمد لله ربي جونا باهي ما تدخلوش بعضكم منا للصيف اتو نسلكوها. هذيك علاش بعد ما تنحات الرخص هذيك الكل وتم تعويضها بكراسات شروط الرونتري نتاعنا ان شاء الله باش تكون برشا كراسات شروط حبينا نعملوا انترفيو مع البيروقراطيه النظام الذي لا يسقط تدخل لي ديكتاتورية لا ديمقراطية النظام اللي شاد روحه هذاك علاش نسلموا عليها ونقولوا لها صباحك فل. صباح الخير ليك ولكل مستمعي موزايك اف ام. هي رزينا شوية دونك رزينا برشا زايد هكا ارجع غدو ارجع غدو كي تحب تسمع انترفيو سي امين. اما نحكيو معاه شوية الحكومة قررت انها تنحي رخص وتعوضهم بكراس شروط لهنا يمكن نوليو نحكيو على اجراءات مسهلة اكثر شنو رايك؟ والله تنحي اللي تحب تنحيه فما مبادئ نمشيو عليها من أول ما تبنات الإدارة التونسية فما عادات وتقاليد خذيناها من جدودنا مستحيل كان نتخلاو عليها ومستحيل نسلمو في أرجع غدوة والورقة الفلانية ناقصة واطلع لسي نعيم في الطاقة الرابع يصحح لك عليها. هو صحيح مسهل العملية أما زاد سمعنا إنه الحكومة في طريقة أنا تتخلص منك معناه سي بون كل مثلا كيما درون تاو بشوي فكر شروط ما عادش رخصة معناه حاجة تفرح نورمالمون. مع كل احتراماتي وتقديري للحكومة وسيشام مشيشي أما طاعية وهي تقبض مسايبة هي البيروقراطية موجودة من الاستقلال نظام ما يتيحش لا تنجموا تعملوا عليه انقلاب طبي لا ثورة لا اعتصام الرحيل ولا حتى تنحيوها بصندوق الانتخابات ونحب نقول حاول تستطيع يا حكومة. ما تحسها مكبشة شوية ما لا غالب لا غالب سيستيم عايشين بيه من 56 مشكلة كبيرة من القرارات الجديدة زيادة باش تشمل برشا قطاعات كيما الصناعة السياحة الثقافة باش تخفف منك معناها باش تخفف من البيروقراطية مش هكا؟ سمحني بالله وبرا رخص ونحاهم وردهم كراس شروط لن نتنازل عن سي عبد الجليل ومدام هادية يا ولدي تمشي ولا تجي باش ترجع غدوة هكا ولا هكا وحتى كراس شروط ما يش لعبة له ويا ولدي رانا أكبر قوة في البلاد. لا عادي زيك سي نور الدين طبو بيتغش معنا نصور اتحاد أكبر قوة في البلاد. لا لا خطيه اللعبة خطيه جملة احنا اللي نحكمه واحنا اللي نعلمه المواطنين الصبر واحنا رانا ما نسمع كان كلام كباراتنا ديما اي كباراتنا حاجة بينك تسمع كلام كباراتكم مثلا سميهم لكباراتك هكا شكونهم الكبارات اللي مثلا هكا تمشي بهم تقتدي بهم ولا حتى تتعامل معه؟ توحيد أبا الشيخ ابن خلدون أبو القاسم الشابي والحبيب بورقيبة هكا كوارتو بيسيت معنا ما يفلت شيء باي برشا باي يخدم هكيك يخدم هكيك. أما في الأخر مثال شامين وصلوا رسالة باهي مثال شاكا رسالة أمل هو راو حتى كانت ناحي الرخص والفيسد فيسد ما تحكي ليش فيسد فيسد صليحة بيس